السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله وعلى
একটু মহব্বত দিয়ে নবীর প্রেমে মতোয়ারা হয়ে জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে সবাই বলুন আল্লাহুম্মা